ضمن المنتخب السعودي للفيزياء في الرماد الأوروبي للفيزياء في سلوفانيا. تم بالأمس الاختبار العملي لمدة 5 ساعات تشمل مسائل تشمل بين مواضيع الديناميكا الحرارية والكهرباء. اليوم اختبرنا اختبار نظري لمدة 5 ساعات متواصلة. هي مسائل تحتاج إلى مهارة تفكير عالية حصلنا عليها من خلال التدريب مع مهني. للأسف نوادر المدينة قدموا نتائج مشاركة في الأولمبياد الآسيوي الذي تقيمه الهند عن بعد في الرياض. احنا الان في سلوفينيا عندنا مشاركه في الاولمبياد الاوروبي للفيزياء. اليوم خلصنا الاختبار النظري وامس خلصنا الاختبار العملي. النتائج تطلع بعد بكره، لكن بنضطر ان احنا نرجع الرياض بحيث نقدر نلحق على الاولمبياد الاسيوي. السنه هذه بيقام تنظيم الهند لكن بيكون عن بعد بنشارك من الرياض. ان شاء الله نحقق اعلى نتائج في هذا الاولمبياد والاولمبياد الجاي. ونشكر موهبة وزارة التعليم والله يوفقنا. خلصنا مسابقة الهند الأوروبي. الأمس كان اختبار عملي مدة 5 ساعات في مسألة واحدة عبارة عن 3 متطلبات متعلقة بالضوء والحرارة والأشعة تحت الحمراء. وبعد بكرة إن شاء الله راجعين السعودية عشان نشارك في مسابقة الفيزياء الآسيوي اللي بتنظم الهند عن بعد، وإن شاء الله النتائج تكون ترضي السعودية وتليق فيه. اليوم أنا والفريق السعودي للفيزياء بنشارك في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء. أمس الحمد لله خلصنا من الاختبار العملي. كان في أسئلة متنوعة في الضوء وكفاءة الأنبات. بإذن الله إن شاء الله نحن هذا قبل حفل الختام للأسف للأولمبياد الآسيوي للفيزياء اللي تقيمه الهند، بس حيكون عن بعد في الرياض. وإن شاء الله ننتظر النتائج هناك وإن شاء الله نسوي شيء كويس. الآن إحنا متواجدين في دولة سلوفينيا لمشاركة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء. الحمد لله أمس خلصنا الاختبار العملي، كان مدة 5 ساعات يتكون من 3 مهام، ومستوى الأسئلة يتطلب مستوى تفكير عالي جدا. وأيضا اليوم خلصنا الاختبار النظري، كان يتكون من 3 مسائل، وأيضا مدة 5 ساعات أيضا يتطلب مستوى تفكير عالي. ممكن مستوى الأسئلة يتطلب معلومات جامعية عشان تقدر تحلها. وبعد بكرة إن شاء الله بيكون الحفل الختامي. لكن احنا مضطرين نرجع السعوديه لتمثيل الوطن في الاولمبياد الاسيوي للفيزياء باذن الله نحقق اعلى النتائج.